اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة مونتاج الفيديو باستخدام برنامج دافنشي ريزولف. في هذه المحاضرة راح نستخدم موضوع مهم في مواضيع المونتاج، الا وهو تداخل النص مع الفيديو. طيب، عندنا نص، طبعا النص راح نضيفه مثلا بهذه المنطقة، واحنا طبعا بنافذة edit، وطبعا هذا النص ممكن راح يكون bold، وطبعا ممكن نزيد بالتايتل بهذه الطريقة. عندنا فيديو، هذا الفيديو راح نضيفه أعلى النص بهذه الطريقة. جيد، الآن راح نجي إلى الصوت، طبعا الصوت راح نرفعه إلى الأعلى. طبعا الصوت راح نسوي له باك سبيس، راح نحذفه. ممتاز. طيب، الآن نريد انه هذا الفيديو يظهر بداخل النص. طيب، شنو اللي نسوي؟ طبعا عندنا مجموعة خطوات. اول خطوة، لابد انه الفيديو يكون اعلى طبقة النص، يعني النص بترانزيشن والفيديو بترانزيشن اخر. الخطوة التالية، نجي الى الفيديو، طبعا نجي الى كومبوزيشن مود، وطبعا نختار ملتبلاي راح يكون عندنا الفيديو بداخل النص. طبعا اذا نشاهد انتقال جميل، وطبعا حركة مثيرة. ايضا بامكاننا انه نصغر الفيديو، يعني هذا طبقة الفيديو ممكن نصغره، ممكن يعطينا تأثير اجمل. نشاهد، ممتاز وطبعا لطيف. طيب، ممكن ناخذ مثال اخر، يعني ممكن نفس النص نضيفه، ممكن هذا النص ناخذ من عنده كوبي، كنترول سي كنترول في، وايضا طبعا بامكاننا بالالت نستنسخ. نجرب فيديو اخر، طبعا اذا اضغط على كنترول اي مثلا ممكن نجرب هذا الفيديو، اعتقد ممكن يكون لطيف. نختار الجزء الجميل بالفيديو، طبعا نشوف بهذه المنطقة. جيد، بالبداية طبعا راح نقلل حجم الفيديو، وهذا الفيديو ايضا راح نحدده، وطبعا نختار ملتبلاي. جيد، الان راح نشوف تأثير جميل، وايضا لا بأس طبعا نقلل من حجم الفيديو. ممكن، جيد، الان راح ناخذ مثال اخر، يعني ممكن هذا النص نحذفه. طبعا نجي الى كنترول اي، مثلا ممكن هذا الفيديو، وطبعا راح نجي نغير المود الى ملتبلاي، ممكن بهذه الطريقة. طيب، جيد، بامكاننا نقطع الفيديو بهذه المنطقة، طبعا نضغط على كنترول بي. جيد، وهذا الجزء اللي قطعناه راح نرجع الدمج الى نورمال. اذا لاحظ هنا، ممتاز. طبعا من افكت راح نضيف adjustment layers بهذا الشكل، و راح نضيف مثلا بالتأثير الافكت، مثلا نضيف gaussian blur مثلا، او لا بأس ال direction blur نضيفه. نتراجع، كنترول زد و دايركشن بلور. طبعا بالبداية راح يكون البلور واحد. طبعا نجي الى الاوبن اف اكس، بهذه المنطقة راح يكون البلور مثلا صفر، وبهذه المنطقة مثلا ممكن يكون البلور بهذا الشكل. طبعا بهذه المنطقة ممكن يعني يكون البلور صفر، وطبعا نقطع الحجم. طيب، نشاهد،
جميل، تأثير لطيف. هنا نتحول عندنا النص، ممتاز. قدرنا نصنع تأثير بسيط ولطيف بنفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة.